الصدق. طالب العلم يصدق، يصدق أولا مع الله في أقواله وأعماله وفي اعتقاده، ثم يصدق مع عباد الله. فهمت؟ يقول لا لم أفهم. صادق. راجعت؟ يقول لا لم أراجع. لعبت بالجوال؟ يقول نعم لعبت. يصدق. مفهوم؟ أي نعم. بعض المشايخ أحيانا يسأل الطالب تراجع؟ يقول نعم. كذاب في الواقع يعني. أي نعم. يصدق الطالب، يصدق مع شيخه. يقول أحد طلاب الشيخ تقي الدين هلالي، يقول أقيمت الصلاة وأراد الشيخ تقي الدين هلالي أن يتقدم للصلاة، فقال الطالب للشيخ الآن المسجد طلاب تقي الدين هلالي وهذا طالب وأقيمت الصلاة، فعندما أقيمت الصلاة؟ قلت يا شيخ. قال نعم. قال أريد أتوضأ. صادق صح. الأصل يعني ممكن يصلي بغير وضوء صح. اي نعم، لما يستطيع يفر بجانب الشيخ. فقال الشيخ توضا. ذهب هذا الطالب توضا واتى بسرعه، فقال له الشيخ تقي، قال ما شاء الله يا عبد الرحمن وضوء السلف. شوف سبحان الله، يعني الصدق ادى الى ماذا؟ التزكيه. زكاه. كيف يعني وضوء السلف؟ وضوء السلف ليس فيه وسواس. جاء بسرعه الطالب، وتقي الدين انتظر هذا الطالب. لماذا؟ لانه صادق. اخوان اذا انا يوم يقرا علي احد الطلاب الرحبي، المهم فقال، قال المؤلف رحمه الله، قلت من هو؟ والله يرتجف هو كذا. قال لا ادري. قلت سبحان الله، تقرا ولا تعرف المؤلف؟ قال تريد الحقيقة؟ قلت نعم. قال أنا ما أعرف اسمك، حتى أعرف اسم المؤلف. قلت أسأل. قال أنت ما أعطيت لي مجال للسؤال، أنا أرتعب. فهمت؟ أي نعم. صادق لا إشكال في هذا الصدق. الآن دكتور ما شاء الله يدرس ويعلم. نعم.